السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أم إسلام. اليوم غادي نديرو فيديو ديال الطرز اللي هو تتمة ديال السلسلة اللي كنت بديت سابقا. كنت درت واحد الغيبة على الفيديو ديال الطرز. بحق إن شاء الله من هذا الفيديو غادي نستمر في السلسلة وغادي نكمل الدروس إن شاء الله. المهم دابا غادي نبداو. غنديرو درت من بعد الدرس ديال الغرزة، أنواع الغرزة، غادي ندير رشيمة ديال الوريدة، غترشم ورقة بحال هكا، بحال هاد الشكل هذا. أنا غادي نوريكم الشكيلات. هادي غادي نديرها مقسومة من التحت من الوسط، وهادي غادي نديرها مجموعة ما كتجيش مقسومة، باش نوريكم الأشكال كيفاش كيجيو بحال هاد الشكل. غنبداو بسم الله. ناخذ الحرير كيف ما سبق لي وريت لكم في الفيديو السابق. كنخدم انا بالحرير المبروم. هذا راه عندي الفيديو كيفاش الطريقه ديال البريم. كنفضل يكون الحرير المبروم مع المده ومع الصابون ما كيتشنتفش، بالعكس ديال الحرير اللي تيكون ماشي مبروم كنطرزو به عادي ماشي مبروم ممكن يتشنتف، ممكن يتحل، ممكن كي غادي نوضوا لي دوك شنيت فات. هذا لا، هذا كيبقى بحال هكا وتبقى مده طويله كيف ما وريتكم في هذا الليزار. هذا الليزار العمر ديالو دابا 6 سنين، راني وريته لكم في الفيديو السابق. الطرزه ديالو بقى بحال يلاه طرزته غير اليوم. ها هي، هذا راه تصبن بزاف ديال المرات، ما الطرزه ديالو بقات هكا ما وقع عليها حتى شي حاجه. ها هو اللور ديالو حتى هو بلاتي، ها هو اللور ديالو تصبن. انتم عارفين اللي زار كيتصبن بزاف ديال المرات، باقا طرزه بحاله جديده. هادشي علاش كنفضل نطرز بهذا الحرير اللي مبروم. المهم غادي نبداو دابا بسم الله. غادي نبدا معاكم بهاد العريشات بحال هكا. من بعد ان شاء الله فيديو اخر غادي نديرو عريشات كبار، شكيلات اخرين، غادي نديرو رشمه كبيره. مهم جايين بزاف ديال الاشكال، وان شاء الله كل فيديو غنتعلمو فيه حاجه جديده. دابا نبداو بالعريشات. كاين هاد العرش اللي وريتكم، هذا اللي كيجي مقسوم من الوسط، انا غنوريكم الطريقه ديالو. غادي نديرو البرا في الراس الفوق، نحطوا البرا هنايا. طريقه سهله، غير تبعوا معايا بحال هكا. غنقلب المرمى وغنثبت، غنثبت الحرير في هذه، في هذه العقده هذه بحال هكا. هاد الطريقه هادي حسن من ديك العقده، حقاش هي كتحل ضروري، ما غادي تحل مع التصبين مع المده. هادي لا، كتبقى ثابته بحال هكا، وحتى في الظهر ما كتعطيناش واحد الشكل اللي خايب وتراكمات ديال العقد. هادي كتجي خدمه نقيه. مهم ها هي كتجي بحال هكا. غادي نبعدو شويه على ستيلو ديال الرشمه اللي درنا، باش منين سالي ولقاو الرشمه نقيه ما لقاوش البلاصه ديال الستيلو. كتهبطي شويه على ديك البلاصه اللي درتي في الاول بهذه الطريقه هذه. كتبعي بحال هكا، راه ساهله، غير تبعوا معايا داكشي كتكون ساهله، ما صعيباش بزاف، عاديه.
كتبقى هابطه بحال هكا على شكل مائل. ما قلتش لكم انا كنبدا الرشمه من الراس من هنايا من الفوق وكنهبط. بزاف الناس كيبداوها من التحت، ولكن ملي كتبدايها من التحت كتكوني غاده وكتطلعي واحد الوقيته كتلقاي راسك وليتي غاده في الخط داير بحال هكا، وكتجي الرشمه كتبان ما زويناش. ملي كتبدايها من الفوق كتجي غاده هابطه وكتجي بحال ورقه طبيعيه، يعني كتجي عاطي داك الشكل مثلث من الفوق. بحال هكا نتمنى يكون كيبان لكم. انا كنحاول نهز ايدي للكاميرا باش يبان لكم مزيان. كتخدمي النص ديال هاد الزواقه، النص ديال الورقه بالنص بالنص، وغادي تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. شو كيفاش كتجي. كما قلت لك انت كتخدمي وانت كتخدمي فوق ستيلو كتدرغيه باش ما يبقاش باين. ها هي دابا كملت هذا النص الاول، دابا غنوريكم كيفاش نرجع للفوق. هتقلبي المرمى بحال هكا، هتطلعي بهذه تخشيها من التحت وتخرجي من الفوق، وغترجعي لهاد الاولى هاد البلاصه منين بديتي قبيله، وغادي تهبطي ديري نفس الطريقه اللي درتي فهاد الجهه غادي تبعها في الجهه الاخرى بحال هكا. كيف ما درنا في هاد النص غنديرو في النص الاخر. هيا بدا كيوضح معانا دابا الشكل ديالها. شوفوا كيفاش كتجي هاد الجنب الفوقاني، هذا هاد القند كيجي مقاد وكيجي عطي شكل زوين حسن ما تبداوها من التحت. نتوما راه غادي تجربوا وغادي تشوفوا الفرق كيفاش كاين.
هاي الشكل ديالها كيفاش جا، نتمنى تكونوا كتشوفوا شتي كيفاش كتجي زوينة، كتجي عاطية الشكل ديالها مقاد. دابا غادي ندوزو لهاد الهادي اللي ما فيهاش خط الوسط، وغنديرو بنفس الطريقة. غادي نبدا من الفوق وغادي نهبط لهاد البلاصة هادي بنفس الطريقة، بحال كنصوب كيف ما صوبت الاولى، غير النص، غير هادي غادي نصوبها كاملة حتى هي. اي رشمة هكا متلتة من الفوق كنبداوها من الجهة الفوقانية. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديوهات الماجيين التتمة ديال هذا الشيء، وغنشوفوا عريشات اخرين وغنشوفوا ريدات اخرى. هاهي هذا هو الشكل ديالها. انا غنثبت الخيط من التحت بحال هكا، هذا هو الشكل ديال العريشات. ها هي الا كنتو شفتو العريشة الاولى مقسومة من الوسط، وهذه جاية طويلة بحال هكا. ان شاء الله فيديوهات جايين غادي نشوفو شكيلات اخرين اللي هما ساهلين كيف ما قلت لكم وكيجيو زوينين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بسلام عليكم.